فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل النهي عن مس الذكر باليمين يقتضي التحريم؟ وكيف يفعل من لا يحسن استخدام يده اليسرى في ذلك؟ ظاهر النهي التحريم، نعم، ظاهر النهي التحريم، إلا إذا دل دليل على الكراهة. وأما من لا يستطيع باليمين يحتاج إلى إمساك الذكر ولا يستطيع باليمين لأن يده مسلولة أو مقطوعة، فيستعمل يعني ما يستطيع باليسار، ما يستطيع باليسار لأن يده اليسرى فيها علة لا يستطيع أن يمسك بها، فيمسك باليمين للحاجة، أنه محتاج إلى هذا. نعم.